هنا التاريخ الزاخر بالحضارات التي توالت على بلاد الشام يتجسد في المئات من القطع الأثرية، منحوتات وتماثيل تكشف أحداثا وتراثا ثقافيا غنيا يعود للألفية الثالثة والثانية قبل الميلاد. تسبب الصراع في سوريا في ضياع أغلبها، ويتم عرض تلك القطع في المتحف السوري الوطني في العاصمة دمشق بعد أن تم استرداد العشرات المنهوبة منها. حوالي 35 ألف قطعة تم استردادها ما بين صغير وكبير، يعود لفترات زمنية مختلفة طبعا، والعديد منها دخل بعمليات الترميم الفني من أجل إعادتها للوضع إلى ما كانت. نالت الحرب في سوريا المستمرة منذ 11 عاما بشدة من الآثار التاريخية في البلاد، حيث دمر الإرهابيون مئات القطع وسرق المهربون عددا آخر منها، وتحاول الحكومة السورية استرداد معظم القطع الأثرية المسجلة لديها. مجموعة من القطع يلي تعد من أهم القطع بالألف الأول قبل الميلاد، منا نصب حجري يرجع للألف الأول، ومجموعة من النقود المعدنية الفضية والبرونزية كمان ألف الأول قبل الميلاد، مع تماثيل حجرية كتير مهمة بفترة بعصر البرونز القديم الألف الثالث قبل الميلاد. تمر عملية استرداد الآثار المسجلة بالعديد من الخطوات، من بينها التواصل مع الجهات في الخارج وإقامة دعاوي لإعادة هذه القطع إلى الوطن. وتم إعادة العديد من القطع عن طريق لبنان والمملكة الأردنية والعراق، وبينما تم استرداد آلاف القطع الأثرية لا تزال آلاف القطع الأخرى مفقودة.